السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صبايا، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. هاي المكسيكانو على طريقتي، خلينا نشتغل سوا. وعن جد كتير طيبة. وقبل ما نبلش ونقول بسم الله، حطولي تعليق حلو ولايك، ويلا يا صبايا معي على المطبخ. هلا هون أول شي أنا فرمت بصل صغيرة وقليتها، يعني هيك نص تقلية يعني، ورشيت على البصل شوية ملح. وهون انا كنت غسل الفروج ونقعته شوي بالخل، بعدين غسلته وصفيته، وهلا بدي احطه فوق البصلة. هيك بحطه فوق البصلة هلا وبقليهم، وبرش شوية بهارات المكسيكانو عليها وشوية كاري. هلا الكاري اللي بحب يعني برش عليها، نحن بنحبها شوية تعطي هيك على صفار، بس شوية معلقة، يعني معلقة بهارات المكسيكانو ونص معلقة كاري برش عليهم، وبس ما بحط أي بهارات تانية. أمانة يا صبايا، اللي بده يساويه اليوم يكتب لي بالتعليقات. هلا هون أنا قسمت الفطر وبدي أحطه هلا فوق الفروج بعد ما استوى الفروج، وبدي أرش على الفطر بهار حلبي، أو إذا بتحبي حطي فلفل أسود، على كيفك أنتي، إيش ما بدك، إيش ما بترغبي بتحطي. هلا هون تقريبا بعيفة نص ساعة لبين ما يستوي الفطر، واخر شي بحط الفليفلة، فليفلة حمرا وفليفلة خضرا. انا ما بحط اي شي، لا ذرة لا اي شي، بس هيك بس بحط هالمكونات يعني. وبس هاي المكسيكانو اللي انا بعملها. يلا يا صبايا ان شاء الله يعجبكم الفيديو. هلا هون بدي احط الفليفلة، شفت الفطر استوى، لاني بتعرفوا الفليفلة بتستوي فورا، بحطها يعني نص، يعني ربع ساعة تلت ساعة وبتستوي كلها. وبعدين بس تستوي ان شاء الله، بحس انه استوت، بحط يعني تقريبا 3 معالق كاتشب بحط عليها مشان يتغلغل هيك الكاتشب بقلبها. بعيفها تقريبا 10 دقايق وبطفي. انتو ايش بتقولوا للكاتشب؟ انا جوزي كتير بتضحك علي، ما بعرف هيك بطلع معي. هلا هوني خلصت، وهلا بلشنا بالفن الحلو. هلا هون المكسيكانو عن جد، هلا هون الغرام. هلا هدول الخبزات صبايا ببيعوهم بالبازار، اكيد الصبايا يعني اللي عايشين بتركيا اكيد بيعرفوا هذا، بيعوه بالبازار، كتير كتير بيعطي طعمة طيبة يعني للمكسيكانو هيك. وانا هون برشت جبنة البيتزا وبحط بقلبها هيك وبلفهم، وهيك بتكون الامور عنا كتير تمام.
وبعدين بدهن على الوجه، يعني بدهن سمنة. بتحبي سمنة، بتحبي زبدة، على كيفك انتي، ايش بتحبي حطي يعني انتي. وهون هيك أسرعت، بس ما تصدقوا يعني هي السرعة. أنا سرعت الفيديو هون لأني جوزي قال لي خلص بقى خلصينا. هون هيك أسرعت. هاي الخبزة طبعا بقسمها ثلاث أقسام يعني، وبساوي يعني بتطلع ثلاث قطع، كل خبزة ثلاث قطع هيك، وبساوي وبلفها، وبالأخير مثل ما قلت لكم بدهنها سمنة وبحطها بالفرن، وبساوي هيك النعناعات الخس باللبن، وبقلي للولاد بطاطا. وهي الحمد لله رب العالمين، اليوم وجبتنا صارت جاهزة تقريبا، بتاكل بالفرن نص ساعة مو أكتر، لأن هذا الخبز رأسا بستوي، ونحن المكسيكان وعنا مستوية. وهيك خلصت، وعن جد يا صبايا كلياتكم اشتهيتكم، خلي لي قلبكم. وهون أنا عم بصور جوزي نشل الصحن. قال لي خلاص ما بقى أتحمل لأني صار الوقت متأخر. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله يا صبايا يعجبكم فيديو اليوم، ولا تنسوني بالتعليق الحلو. هون عم برجيكم جوزي شلون عم بقسمها، عن جد حتى شوفوا من جوا كتير بتستوي، كتير كتير طيبة، جربوها وما بتندموا. خلي لي قلبكم يا صبايا.